بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله تعالى في جميع محاصيله. بسم الله الرحمن الرحيم. تبكير ماذا قل؟ هو يخرج زبس تمياش ماذا قل بقى؟ ويسن لغير معذور اقا عذري هبي او هيس بس اقا معذرتي نبو التبكير اليها شو استنمش من طلوع الفجر لبيان يرى لغير الخطيب بس خطيب درام بسي باشا وشبان درام جبسي يعني اذا نجبي هاي برابو جمع البيت انيتو عادي لانج رامي عادتي لما في الخبر الصحيح ان للزائي بعد اغتساله غسل الجنابة غسل الجنابة بكاو أو زبي إذا غسل الجنابة خوام كالجنابة للسنية أي كغسلها شرنية غسل الجنابة براستي معنى هو شي غسل الجنابة كو غسل شي باشا أو هابكا وقيل حقيقة قيل هدر دك غسل الجنابة براستي دا بأن يكون زامعة جماع دك خزاني بكا لأنه يسن ليلة الجمعة أو يومها أو زبين وسحد سكي إن للزائي بعد اغتسال غسل الجنابة إيه في الساعة الأولى هذا ساعاتي كم به بدنة خير عشرة شهية والثاني بقرة والثالث كبشا أقرا براني بقوت سنجوانا والرابعة دزازة مريشك والخامسة عصفورا شيشكا والسادسة بيضة خير حركة شهية أجزاء خير خير زيادة ده قلب نشي خير نشي كهر هيا هو 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 فضل هو فاداش زيادة والمراد أجزاء باشا هو بوا شش ساعات إخو عمو بيني هم دمي أبا لبيان الرا حتى زمعي شش ساعات نية دل والمراد أن ما بين الفجر وخروج الخطيب ينقسم ستة أجزاء متساوية بك شش قسم شش وقت شش كا ولكن هذا الساعات براستي دابي كذا كا شيز دقيقة سواء أطال اليوم أم قصر روش درج بي أو كرد بي ما بيش شي قبان برقيني أخذ سنشي روش كرد بي شش ساعات نابي شش نفر يجنية شش نفر ويؤيدها الخبر الصحيح يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة هذه دوازة ساعات هم دي مدوازة ساعات نية ومن زاء أول ساعة أو وسطها أو آخرها أو زي مسألة ساعاتية كم أو ساعاتية كم برين أول ذكاء صار ربع ساعة شش دقيقة لساعاتية كم زو هي درن لنا وراسي هي لآخر ساعاتية كم دي هل ساعاتية كم أو ساعاتية كم نيا لو ساعاتي عندك ليرة دي عندك ليرة دي عندك ليرة دي أزو خير ينكوع خير ينكوع ومن زاء أول ساعة أو وسطها أو آخرها يشتركون في أصل البدنة مثلا هم يشتركان له دبي لكنهم يتفاوتون في كمالها سندي سويتر بيخير زياتر معلومة وإنما عبر في الخبر بالرواح هذه لولا حديثة شدري من راح أو هادري من راح إلى الجمعة في الساعة الأولى راح للغة العربية بباش دي مرانان دري هو زوز بينيو لولا على حديثة دري راحة وإنما عبر في الخبر بالرواح الذي هو حقيقة في الخروج بعد الزوال إيه ومن ثم أخذ منه غيرنا أن الساعات من الزوال لو عندك وقت تاني ماشي ملا بانجي دا او زهر هر شهر ساعات للزوال الرايا اللي هر جرى صدق مني ايش دك الشهر بهم شهر دقيا لان الزوال الرايا طبعا تدري تنميشي وخارك بيش رانا أن ساعتي من الزوال لأنه خروج لما يؤتى به بعده ما تقشتو أدي على أن الأزهرية قال قصة زياد ما له هيا أننا أو لأنه دليل عبرها وإنما عبر في الخبر بالرواح الذي هو حقيقة في الخروج بعد الزوال ومن ثم أخذ منه غيرنا أن الساعات من الزوال لا بس ندرى الرواح لأنه خروج لما يؤتى به بعده أتقول له خاطر نيجا شدسي أو نيجا بعد الزوال اللي بقى عندي سيونكي أول إجبة تبعية نيجا كي ناوي ندرى الرواح على
قصه زيادش بندو هيا رواح معنا ذهب شدني الا باج نور ربي او قصا زور جوانا الا ان الازهري قال انه يستعمل حقيقه ايضا في مطلق السير ولو ليله وبتسليم ان هذا مزاز لا فرزي قالوا شنو سلمين مزازا رواح بس بين ابرين تتعين ارادته لا يرد بي الا معنى يدي ومزاز يشبي لو قرينه هي اقا قرين ابينا معنى مزاز لدي لرا قرين ما هي لخبر يوم الجمعه المذكور قرين يقول ان للجاء بعد اغتسال غسل الجمعه او يقول بنا فهمي لخبر يوم الجمعة المذكور طبعا نبي باش جمرة نبي هذه إمام قلت لي غير الإمام أما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الخطبة للاتباع في رمضان صلى الله عليه وسلم وقد يجب التبكير كما مر في بعيد الدار هذه قصوا نفسه باي ندق اجتمار الدور أنشهر واسب وسوبسي ويسن لمطيق المشي أن يأتي إليها ككل عبادة ماشيا أرسي عبادة بها وعبادة يجيك لعبادتان وسنة بفهم بسي إلا لعذر للخبر الصحيح من غسل من غسل من غسل غسل يوم الجمعة أي رأسه سريخ ويشوش أو زوجته يان سري خزانة خوي شوش لما مر من ندب الجماع ليلتها أو يومها كذا قالوا وظاهره استواؤهما روجك وشوكا فرق نبي لكن ظاهر الحديث أنه أي يومها أفضل أنه يومها أفضل يومها أفضل فرقين يومها أش بزرفة بروش خير ترى زي ما عليك خزاني وكان الشوي ويوجه توزيع ذكر له بأن القصد منه لو زي ما عليك كابرة جمعي أصالة كف بصره عما لعله يراه فيشتغل قلبه لما نراه هذا استنوى جنة خد سايبا آفرة تشتام كريم لما عندي وبيدريب مري وكلما قرب من خروجه يكون أبلغ في ذلك سندي نزيك بلا تسوين مزقبتي باشترا بينو سحدي سكي بينو سحدي سكي حديثك فرموي من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر زوبسي بالتشديد أي بالتشديد على الأشهر أتى بالصلاة أول وقتها أو معنى أول الوقت أدي أقا بكر بي وبالتخفيف خرج من بيته باكرا معنى زول مزقت لماري مستدري أقا بكر بي معنى أتى بالصلاة أول وقتها بكر نيش زوبك أقا بكر بي معنى لماري زوب مستدري وامتكر امتكر معنى إسيا أي أدرك أول الخطبة أو تأكيد يعني ابتكرش هر بتأكيد يبكر ومشى أو مقصد ما ولم يركب أي في جميع الطريق ودنا من الإمام فاستمع ولم يرغلغ نكر كان له بكل خطوة عمل سنة أجل صيامها وقيامها أو حديثك يا كان له بكل خطوة أي من محل خروجه إلى مسلاه هل ماري الراحة هذا سيمز قبته فلا ينقطع الثواب كما قاله بعضهم بوصوله للمسجد وش إذا قيم مز قبته إش خيرك كان حلو ذا الوسلين لا مز قبته الشاقاوان داوي حتى تزيخ ودقري أو إش هالخير بل يستمر فيه أيضا إلى مسلاه وكذا في المشي لكل صلاة اللي نوجه كان ديش هالوية سخيرك اللي ذا الوسلين عمل سنة أجل صيامها وقيامها ها بيغ هنغاو ها يك صادي بونسي بيغ هنغاو يا بهمو والله عبد الله بشي نجو زمعي زناري بردوان بأخلو نجو زمعي واسبع تو سناري برسارة شوكي أوزا إن شاء الله بيه تشيش بيدبي قيل
ليس في السنة في خبر صحيح أكثر من هذا الثواب. نمدت إلى حديث سخيرك هند خير أو همتي بكري هنجي السنة سمعي فليتنبه له. ومحله في غير نحو الصلاة بمسجد مكة. دقال مسجد مكة مانداني له لما يأتي في الاعتكاف من مضاعفة الصواب صلاة الواحدة فيه إلى ما يفوق هذا بمراتبه أو هتصد هزاري در الله كارلوشن أدلو سيامها وإسانتي لويش بتر لا سيما إن انضم إليها نحو جماعة وسواك وغيرهما من مكملات أقوانا قدابي أقوانا كشبي أو حق خيري أنا أبرنا وأن يكون طريق ذهابه أطولا وشلو مزقبت دسي بريتش دريشتر دا حروا بخيرك زوت لو بروسري لأنه أفضل أن يسن أدي وأن يكون واضح أدي ويسن أن يكون أدي أقل قرانا ويبي ويتخير في عوده بين الركوب والمشي كيف خطب في عمي أن بسياري هروا كما يأتي في العيد وأن يكون مشيه بسكينة 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 بي لسرخوا غار مدى للأمر به مع النهي عن السعي غاردان خرابة السعي أفزاد قالوا إيش نيدانية دقى غارداني دا العدوي رواه الشيخاني ومن ثم كره خرابة بغاردان مسلون ويشي وكذا في كل عبادة أدلوا لآية دفر من فاسعوا إلى ذكر الله والمراد بقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله قمضوا واحضروا دقى مزردي عازبوني دا دقى غارداني دانية كما قرئ به شاز هرب قراءة شاز بمعنى أمضوا أحضروا خندرته كما قرئ به أي بأحضروا أو أحضروا لكن قضية اقتصار النهاية وشرع المنهج على إملو أنه المقروء الشاذ در إملو أحضروا در بقرات الشاذ نعم إن لم يدركها إلا بسعي هذا غارد ندى ببيران ندى قيشتي وقد أتاقه طاقة غاردان شدهبو وزبا أي وإن لم يلق به بابا تجو لا يقن به ملايا ملاش به بابا تجو إلا دو بخشي غاردا لو نشي سقيل ويش زاري غارم دايلة دو دوي كوستري خم في وقت ديلا في وش غاستايو ويعتمل خلافه اعتمالي هي بسليم والله او غارداني في واجبني بلق اخذر من ان فقد بعض اللباس اللائق به عذر فيها قلت انا اقف يا وشو ها وتسير لباس نبو الى ستر العوري هبو الشريم بخوبو ها بيخدري بلا ما رنوش الا ان يفرق الى برنكاك اللباس غاردان سقيد زور زار هي غارد دا غارد دا سنك غاردان بخوي هي هذه السبب مروي خارج غارد دا وأن يشتغل في طريقه وحضوره محل الصلاة بقراءة أو ذكر وشدان اشتجان قرآن مخيني ذكر خائبك وأفضله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة صلاة ندروج الزمعة مخرج وكذا إن لم يسمعها أقل جيل خطبة إمام ندبو حلق الصلاة كما مر للأخبار المرغبة بذلك وإنما تكره القراءة في الطريق لري وري قرآن بخيني خرافة كنجي إن ابتهي عنها أقل أوان بري كان غردك لما قرآن خيني أقل أخونا دبا ولا يتخطى رقاب الناس بابا سا ملي عالم دان الروا شاقاي بابي للنهي الصحيح عنه ويكره له ذلك كراهة شديدة بل اختار في الروضة عرمته وعليها كثيرون باشهر نابي نابي نعم للإمام التخطي للمنبر إمام قيدناك أو المحراب إذا لم يجد طريقا سواه هجرين ودواء إلا بسمل إذا عالم دا فاز وكذا لغيره إذا أذن له فيه أو هاي الشيء ذكي كابرا أو هاي كده فاز درس الشاني دا لا حياء على الأوزة قال شرمان بي قناع كدنار نعم لا حياء أني أنا أقول بانسي إلا لبا حياء بلا شرمان بالشرم أو شرمك أو هذا كان رد ذاتي لشرمان رد ذاتي يعني فينا خوش
نعم بلد. إن كان فيه إيثار بقربة كره له. أقل لوان بي كابرا يغريد داتي لو عندي إيثار بقربة بي مثلا زي خود بداتي أو بي أو باشني أو وكراتي. أو كانوا عطفا على قوله أذنوا قلت من إذن بدل قيدين أو كانوا نحو عبيده أو أولاده عبده أوش قيدين أو كان الزالس في الطريق يعني بخوي كابرا قصوري هي لسر عالم دارشتي اشتاد زيت سولا بسمني دفاس أو كان ممن لا تنعقد به الجمعة يعني مسافر بو والزائي ممن تنعقد به أو عادوا لي بقوة تربو هنجي فيتخطى لو ليسمع الأركان ليهتدى هوا ليسمع الأركان قربا ثانيا نيا يا من تيدا إذا توقف سماع ذلك عليه هذا إشارة ذاتي قال له هذا مسخان عيا أو وجد فرزة بين يديه يعني كلنك هبو كابرا قباتي نكردو مخسرة أتو هرو بس الشاهد فاز ده هرو كلنك لتقصيره لكن يكره أن يزيد على صفين أو اثنين صفق دو صفان فاز ده بصا نقل دركي راحتا محرابي اسم العالم ده فاز ده هر درزني هر درزني هر درزني إلا إذا لم يزيد غيرها سيزينبو إلا كان كبول سفي يكر أو لم يرجو أنهم يسدونها عند القيام يعني ود زاني أقل حسن وداش بستن أو كان هذا مني دري مادم أمد اسم قفادي قالت زمعون ولا يكره لمعزمين في أوجه قورا ألف موضعا والفتي بتزيتي وقرتيا هنجي قيدني باب سيلو أو زي كراهتيني أو شكاك وهم زعلوا كل شيء دنا نشي لسه تقول ده زرد كي أو زعل قبل لسه ملي على بعض مثلا زي خوي قيدني أو إيه وقيده الأزرعي بما ظهر صلاحه ظاهر بالصلاحي وولايته ولاية أبي لتبرك الناس به وقضيتها قضية أو علتي ودقيني أن محله في تخطي من يعرفونه دبي بينا سمك في أبي السلاع أو ذا ولا سمليان بافاز بدا وأنه لا فرق حينئذ بين أن يتخطى لموضع ألفه وغيره هنجي ألفتي قدونا قلبي قيديني وسشاني عالم عالم كذا ناسي في أول شيء معزم يشوف ببركتها قيديني بابا سشاني دا فاز دا وأن يتزين بأحسن ثيابه زل شخاوين دبر بكا للحث على ذلك في الخبر الصحيح وأفضلها على الأبيض في كل زمن حيث لا عذر على الأوزاء أقا معزل النبي للخبر الصحيح ألبسوا من ثيابكم البياضة فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم ويلي الأبيض ما سبغ قبل نسزه سبوخ كرابي إيش تاني نص وش أوه أو رشاتي أو قديمة قديمة هني بود جاي لناو رن رنجي درع ما سبيها قبل نص زيه بيش أوه بسندري سبوخ كرابي ويكره ما سبيها بعده بود جاي سبوخ كرابي أو خرابة لو لأنه صلى الله عليه وسلم لم يلبسه كذا ذكره الزمن المتقدمون واعتمده المتأخرون وفي نزل نزلت يدها وقصبري مدرد بها سبوغ بكر نعبي لو فإن إطلاق الصحابة رضي الله عنهم للبسه صلى الله عليه وسلم المسبوغة وكان مسبوغي دبركر دي على اختلاف ألوانه سم رنك يدل على أنه لا فرق كذب حسين نسزي قديم زليلين كبيرا وفي حديث اختلف في ضعفه دعوة الزعيفة يانا أنه صلى الله عليه وسلم أتي له بعد غسله غسل كل بملحفة مسبوغة بالورس مرفحة لباسة لباسة شلوه هنا السبوغ كلابه بورسي فالتعب بيخويته لولا إجارة دلستة قال راويه قيس بن سعد رضي الله عنهما وكأني أنظر آثر الورس على عكنه أسأل ورسك ورس جايش الزرد رنجها الآن أولا بيش ساوما پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی لباسه که دوباره کند زنداتیه لباسه که لیرانه او
لو ثاني زجي دريني دريني عكان عكان ليرانا ليرانا زرداتي كنا بيش ساوية أو عدني وهذا ظاهر في أنها مسبوغة بعد النسل بل يأتي قبيل العيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته عمامش ورس ذكر وهذا سريع فيما ذكرته صلى الله على سيدنا محمد رحمة الله عليكم من يخوزها بك يا الله.